خلونا هنا بقى نرجع تاني مرة تانية لوطننا العربي، وطني حبيبي الوطن الأكبر، الأوبريت الشهير. أنا من الناس اللي بتتبسط جدا لما تلاقي العلاقات العربية العربية في شكل حلو حسن، ويا سلام سلم لما يبقى الشكل متميز. فتشوف النهاردة على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة، شقيقتنا اللطيفة الجميلة، بتهدي متحف كوكب الشرق بتاعنا ست أم كلثوم نسخ من كتاب أم كلثوم في أبو ظبي. شوف دي على فكرة جوانب، يعني عشان بس حضرتك تبقى شايف احنا بنتكلم على ايه. احنا معانا على التليفون السيد فرحان حسن المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني الإماراتي. اهلا 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 بيك يا فندم. يا مرحبا وسهلا. يا اول شيء الحمد لله على السلامة. اقول لك الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. ما تشوف شر. الله يحفظك دايما، الله يحفظك دايما ويحفظ كل اهلي. المقدمة الجميلة، كنا حابين نكون معاكم في الاستوديو لكن ظروف البث الى اخره، فانا سعيدين متواجدين معاكم عبر الهاتف. والله احنا متشرفين بسماع صوتك، وان شاء الله هنتشرف بوجودك معنا في الاستوديو في القريب يا رب يا مسهل، او انه احنا نيجي كمان على الامارات علشان يعني نحتفل سوا دايما بكل ما يحدث في وطننا العربي وفي الامارات كمان بشكل خاص. نتشرف نتشرف. الله يخليك سيد فرحان. اي احتفال، اي فرح، اي عز، هذا مشترك بيننا وبين جمهورية مصر العربية. طبعا الفرحة العربية دايما واحدة. خلينا نتكلم شوية على مسألة إهدائكم للكتاب أم كلثوم في أبو ظبي. نعم، بداية شكرا على الاستضافة. ثاني شيء، كتاب أم كلثوم في أبو ظبي يمكن ينفرد هذا الكتاب أنه وثق لزيارة كوكب الشرق إلى دولة عربية. كتاب يؤرخ لهذه الزيارة ويؤرخ لزيارات أخرى لكوكب الشرق إلى الكويت، لبنان، سوريا، سودان، إلى آخره. لكن لما يطلع كتاب بهذا المستوى من بداية مغادرته القاهرة إلى وصولها وحلال الحفلتين مغادرته، يمكن هذا الكتاب التوثيقي الوحيد مثل ما تفضلوا جماعة في المتحف، قالك يمكن هذا الكتاب الوحيد اللي يوثق بالصورة بهذا الجمال القصة. طبعا الكتاب ليس كتاب فني فقط، كتاب أيوه. تاريخي، كتاب أرشيفي، يتكلم عن حب زايد، الله يغفر له الشيخ زايد، الله يرحمه يا عطل الله وتعالى، القمم الفنية في مصر في تلك الفترة. أنا خدت بالي إن الكتاب كمان فيه صور بتجمع ما بين رحمة الله عليه وعطر الله وطيب الله ثراه الشيخ زايد آل نهيان الأب المؤسس يعني لدولة الإمارات والست أم كلثوم، يعني التقوا يعني وتحادثوا وكانت هناك صور فوتوغرافية نعم. الكتاب الله يسلم كتاب مصور كوفي تيبل، يوثق بالمادة الفنية وبالصور التاريخية من ركوب الطيارة، طيارة الخطوط الجوية الكويتية كانت استئجار خصوصا لكوكب الشرق، وصولها إلى أبو ظبي، إقامة الحفل وإنشاء مسرح خاص يصلح ل 4000 شخص في تلك الفترة في نادي الأهلي، حاليا نادي الوحدة الرياضي، وحضور المغفور للشيخ زايد الحفل شخصيا. الحفل كان بمناسبة عيد الجلوس الخامس أيوه، والاستعداد لقيام دولة الإمارات. الحفل أقيمة 28 نوفمبر بعد أيوه. 4 أيام، 2 من ديسمبر 71 قيام دولة الإمارات. أم كلثوم حضرت الحفل، حضرت الحفل والحفل الثاني، وحضرت رفع علم الإمارات يا أبو ظبي. العلم رفع في دبي في دار الاتحاد، في نفس الوقت كان ينرفع في قصر المنهل في أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة. فهي حضرت رفع العلم، يعني لحظات تاريخية مؤرخة في كتاب أم كلثوم أبو ظبي. يعني المشاركة الوجدانية هاي غير المشاركة الفنية والمشاركات الإبداعية. صحيح. طب سيد فرحان، يمكن أنا جاي في بالي فكرة، مش عارف يعني جات على بالك ولا ممكن نقعد ننسجها مع بعض، إن إحنا عايزين نعمل سوا توثيق للتاريخ المشترك ما بين البلدين، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، منذ إعلان الدولة وأيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى هذه اللحظة. ويا سلام لما يبقى تاريخنا المشترك ده فيه المزيد والمزيد من التوثيق الفني،
يعني انا اتذكر كويس انه كان زمان في مسلسلات من زمان جدا انتاج مشترك ما بين مصر والامارات، وكانت بتصور في استوديوهات عجمان على سبيل المثال. عايزين نعمل مشروع كبير لهذا التوثيق المشترك ما بين البلدين. الفكرة جدا جميلة، العلاقات هي ممتدة ما قبل قيام الاتحاد في دولة الامارات، فهناك اهتمام مشترك بين القيادة دولة الامارات مع القيادة في دولة مصر، فاعتقد فكرة جدا جدا جميلة، انه ليس فقط في القطاع السياسي، في هناك قطاع الاجتماعي، قطاع الاقتصادي، ومختلف القطاعات، هناك يعني تاريخ مشترك بالفعل يحتاج الى توثيق، يحتاج الى ظهور، ونحن كأرشيف وطني اعتقد عندنا هذه الامكانيات في البحث، وانتم كاعلاميين عندكم الامكانيات في الظهور وابراز هذا التاريخ. يلا بينا نشتغل سوا. معك في الفكره هذه. اشكرك معك. اشكرك جدا 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 سيد فرحان حسن المرزوقي، مدير اداره التواصل المؤسسي والمجتمعي بالارشيف الوطني الاماراتي. عايز برضو اقول لكم حاجه لطيفه، العلاقه كمان او يعني هنا ما بين المشتركات اللي موجوده ما بيننا وما بين دوله الامارات العربيه المتحده هي مشتركات صحفيه، يعني في العديد من كبار كتابنا على سبيل المثال اسهموا بشكل شديد الفاعليه في الصحافة الإماراتية. يعني هنا مثلا نقعد نفتكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى شردي، وطبعا والد صديقنا وزميلنا العزيز الأستاذ محمد شردي. ساهم الأستاذ مصطفى شردي في إيه بقى؟ في تأسيس وانطلاق مؤسسة الاتحاد بأبوظبي، وهي المؤسسة الكبرى الناشرة الأكبر في أبوظبي على سبيل المثال ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأولى مؤسساتها الصحفية، أو قل كمان من أكبر المؤسسات الصحفية اللي فيها. يعني في دايما، وبالمناسبه مش بس الاستاذ مصطفى شردي اللي شارك بالكتابه وبالتاسيس وبالاطلاق، ولكن الكثير من الكتاب والصحفيين المصريين كان عندهم هذا الجهد المشترك ما بينهم وما بين زملائهم في دوله الامارات العربيه المتحده. العديد من الاصدارات حصلت ما بين القطاعين لو صح التعبير، الصحافة المصرية والصحافة الإماراتية من جهة أخرى. يا ريت برضو يبقى ده جزء من المشروع التوثيقي، أتمنى ذلك.